الحمد لله رب العالمين، القائد في المحكم المبين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد القائل: العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرنا في هذا اليوم، يوم الثلاثاء 18 من شهر الله المحرم من عام 41 و400 بعد الألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وباسم معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري وجميع منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات هذه الجامعة المباركة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن نرحب بشيخنا ووالدنا العالم الرباني سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية وأطال عمره على طاعته، الذي لبى الدعوة مشكورا لإلقاء هذه المحاضرة المهمة والتي هي بعنوان وصايا وتوجيهات. والله تعالى أسأل أن يبارك في عمر شيخنا ويجعل خطواته إلى هذه الجامعة في ميزان حسناته ورفعة في درجاته. والآن ها هم أبناؤك شيخنا جاءوا فرحين مستبشرين بحضوركم للاستماع إلى توجيهاتكم والاستفادة من علمكم، فابدأوا على بركة الله، سدد الله قولكم ونفعنا بعلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فرصة طيبة هذه الساعة المباركة في بيت من بيوت الله وبين إخواني طلاب المعهد العالي للقضاء، وفي مقدمتهم المدرسون في هذا المعهد ومدير المعهد وكل منسوبي هذا المعهد المبارك. أسأل الله للجميع لنا ولهم توفيق العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجهه الكريم. أيها الإخوة، لا شك أنكم اجتمعتم على خير إن شاء الله في هذا المعهد لتلقي العلم وتلقي توجيهات المباركة، وهذا هو ما يؤمل في كل طالب علم من العلوم الشرعية. الحمد لله نجتمع على خير، ونجتمع على ما يفيدنا وينفعنا عاجلا وآجلا. الحمد لله هذا المعهد إن تأسس وهو يعطي الخير ويخرج الطلاب الذين تلقوا العلم والتوجيهات، ولا شك أنهم يخلصون النية في هذا إن شاء الله، ويريدون وجه الله والدار الآخرة فيما يتعلمون ويستفيدون. ولكن كما هو معلوم للجميع، العلم ينادي بالعمل،
كما في الأثر: العلم ينادي بالعمل فإن وجده وإلا رحل. ولكن العمل موجود إن شاء الله وكثير ولله الحمد. اجتماعكم في هذا المسجد يدل على خير فيكم وفي من يحضر في هذا المسجد لأداء هذه الفرائض التي أوجبها الله علينا وتلقي النصائح والتوجيهات. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. نوصيكم بتقوى الله أولا، واتقوا الله ويعلمكم الله، ثم نوصيكم بحفظ الوقت، حفظ الوقت على ما اتجهتم إليه وهو طلب العلم، لأن الشواغل اليوم كثيرة كما تعلمون، والصوارف كثيرة انفتحت على الناس أبواب كما تعلمونها شاغلة، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى فأقبل على طلب العلم والتوجيهات المباركة. فلا تشغلكم هذه القنوات أو هذه المؤسسات التي تصد عن الخير إلا ما شاء الله. فالإنسان ليس له قلبان، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فليحصر قلبه وتوجهه على من انتسب إليه وجاء من أجله وهو طلب العلم، فيمضي وقته في طلب العلم تلقي على أيدي العلماء الذين يستفيد منهم ومن توجيهاتهم، سواء في الفصول أو في المسجد أو في أي مكان. فالعلم ينمو مع العمل ومع متابعة مجالس أهل العلم. تلقي العلم اليوم يكون باتجاهين: إما أن يكون على أيدي العلماء في المساجد، وإما أن يكون على أيدي المدرسين في الفصول. وليس هناك فراغ في حياة طالب العلم، بل إن كما قال في المثل: من هومان لا يشبعان، طالب العلم وطالب الدنيا لا يشبعان. ولكن شتان بين النوعين: طلب الدنيا وطلب العلم. طلب العلم فيه سعادة الدنيا والآخرة، فيه الخير كله، أما طلب الدنيا فهو عرض زائل، والدنيا فانية، إنما يستعان بها. من طلب الدنيا ليستعين بها على عمل الآخرة هذا شيء طيب، وأما من طلب الدنيا للطمع الذي فيها فهذا لا يحصل على شيء، وإن حصل على المال فإن المال عرض زائل، وأما العلم فإنه يبقى، لكن مع إخلاص النية لله عز وجل في طلبه، ومع
قرنه بالعمل الصالح. العلم ينمو مع العمل ويزيد مع العمل. اتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم، والله جل وعلا يعلم النيات والمقاصد، فأحسنوا نياتكم ومقاصدكم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والله لا يخفى عليه شيء، يعلم كل شيء، يعلم ما في القلوب، يعلم السر وأخفى. فأحسنوا تعاملكم مع الله سبحانه وتعالى أولا، ثم أحسنوا تعاملكم مع الناس. فهذه الخصلة العظيمة تجمع لكم خيري الدنيا والآخرة. ولتحرصوا على حفظ الوقت، لأن الشواغل اليوم كثيرة، والقنوات مفتوحة وفيها كل ما يلهي عن طلب العلم وعن العمل. فأقبلوا على طلب العلم، والعلم يقولون إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. الله جل وعلا يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولكن هذا القليل مبارك. إذا أخلص العبد نيته لله بارك الله له في علمه وفي عمله في توجهاته. ليس معنى هذا أن الإنسان يرفض الدنيا ويبتعد عنها، هو يحتاج إليها، ولكن يستعين بها على طاعة الله وعلى طلب العلم. والله جل وعلا إذا علم منه إخلاص النية وفقه وأعانه وسدده. فأصلحوا ما بينكم وبين الله سبحانه وتعالى أولا، ثم أصلحوا ما بينكم وبين الناس. فهذا هو منهج المسلم في حياته، أنه يحسن ما بينه وبين الله، ثم يحسن ما بينه وبين الناس. فعليكم بحفظ الوقت فيما توجهتم له، وهو طلب العلم. سواء كان ذلك من خلال الدروس المقررة، أو من خلال المطالعة في الكتب النافعة، أو من خلال حضور المحاضرات النافعة. فطالب العلم أينما وجده أخذ، في أي مجال. وهناك كما في الحديث ملائكة سياحون، فإذا وجدوا حلق الذكر ومجالس العلم قال بعضهم لبعض: هلموا إلى بغيتكم، فيجلسون مع طلاب العلم، ما يدل على أهمية العلم الشرعي الذي يقوم عليه هذا الدين. فأخلصوا النية وجدوا في الطلب، وتعاونوا على البر والتقوى، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا شك أن طلب العلم شاق ويحتاج إلى صبر، يحتاج إلى حفظ الوقت، يحتاج قبل ذلك إلى إصلاح النية والقصد،
وأنتم كذلك إن شاء الله. ومجال الخير مفتوح أمامكم، وليس المقصود من العلم اختزانه في الصدور، فهذا العلم ليس لك وحدك، فمن حصل على شيء من العلم الشرعي فإنه ينشره ويبينه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، تكونوا كما أوصاكم الله بذلك، أن تتعلموا العلم وأن تعلموه وتنشروه وأن تكونوا قدوة صالحة تجمعون بين العلم والعمل، تكونون قدوة صالحة في هذا. فهذا هو جماع الخير، جماع السعادة، جماع التقوى، العلم النافع والعمل الصالح. وقد جاء في الحديث الصحيح أن هناك من طلاب العلم من يعذب قبل عبدة الأوثان، فيقولون يبدأ بنا قبل عبدة الأوثان، فيقال لهم ليس من يعلم كمن لا يعلم. تنبهوا لهذا. والعمل الصالح مع قليل من العلم يبارك الله فيه، وأما العلم الكثير مع عدم العمل فإنه هباء منثور، وصاحبه يعذب قبل عبدة الأوثان. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. تنبهوا لذلك، وفقنا الله وإياكم إن نتنبه لهذا كلنا، تنبه إلى أن العلم الشرعي مقرون مع العمل الصالح، وأن يكون القصد من طلب العلم هو العمل، لا يكون القصد من طلب العلم الحصول على الشهادة أو الإجازة، فهذا مطمع دني وخيبة وخسارة وتعب بلا فائدة. فلنربط نية طلب العلم مع نية العمل به. حتى يكون لتعلمنا فائدة وثمرة ونتيجة. والعلم ليس حكرا على أحد، العلم للجميع، فمن علم شيئا فلا يخزنه ويسكت عليه، لا بد أن يبينه للناس وأن ينفع الناس به وأن يوجه وأن يعلم وأن ينصح وأن يذكر. هذا هو المنهج السليم في طلب العلم، طلب العلم المقرون بالعمل، بالعمل الصالح، علم نافع وعمل صالح. هذا الغاية من طلب العلم والتعب فيه، والتعب فيه راحة،
تعب في طلب العلم راحة، طالب العلم كأنه في جنة، كما قال الشاعر: كأننا إذا ما مجلس العلم ضمنا نكون على التحقيق في جنة الخلد، كأننا إذا ما مجلس العلم ضمنا نكون على التحقيق في جنة الخلد. لذة عظيمة لا تعدلها لذة، هذا هو المقصود من طلب العلم. المقصود منه أن نخلص النية لله، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاح القول وصلاح العمل وصلاح النية. وأترك المجال إذا كان هناك أسئلة قبل الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا صاحب السماحة شيخ الوالد. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أول سؤال: تعلمون حفظكم الله تسلط الأعداء على بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية، ومن ذلك الهجوم الإرهابي الأخير الذي حصل في مدينة إبقيع، والسؤال: ما هو دورنا للدفاع عن هذه البلاد المباركة حفظكم الله؟ لا شك أن عليكم واجب عظيم نحو بلادكم وإخوانكم جماعتكم، أن تبينوا للناس هذا العدوان، وأنه ليس غريبا من أعدائنا، وأنهم كما قال الله جل وعلا: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هم أعداء، وهل تتوقعون من العدو غير الضرر وغير المكيدة؟ وكونوا على حذر من ذلك، وبينوا للناس عداوة الكفار للمسلمين، وأنهم وإن تظاهروا لنا بالصداقة فهم أعداء، فلنأخذ حذرنا منهم ومن كيدهم ومن مكرهم، ولا نغتر بما يتظاهرون به من الصداقة. نعم، نتعامل معهم إذا لم يحصل منهم اعتداء ولا ضرر، نتعامل معهم بالعدل نستفيد من معلوماتهم فيما له مجال في حياتنا، نستفيد من ذلك، ولكن مع معرفة كيد العدو، وأن لا نأمنهم أو نغفل عن كيدهم ومكرهم. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا السائل يذكر عن توجيه نصيحة لأبنائكم طلاب المنح الذين جاءوا من بلدان شتى للدراسة في هذه الجامعة المباركة. نعم، نرحب بهؤلاء الإخوة الذين جاءوا إلى هذه الجامعة لطلب العلم، نرحب بهم وندعو الله أن يحقق لهم ما أرادوه وقصدوه من مجيئهم، فهم إخواننا، وهم لا شك يمثلون هذه البلاد وأهلها، يمثلونها ويبينون إذا رجعوا إلى بلادهم. فليس القصد أن الإنسان يتعلم في نفسه، وإنما يتعلم ليعمل
وليعلم غيره. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذه صفة اليهود، أنهم يتعلمون ولكن لا يعلمون ولا ينشرون العلم النافع. أما المسلم فإنه يتعلم لنفسه ويتعلم لأمته ولإخوانه، هذا هو طالب العلم الذي ينفع نفسه وينفع إخوانه وينفع مجتمعه. قال الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني ما يمكن أن المسلمون كلهم ينفرون لطلب العلم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأنتم والحمد لله جئتم لطلب العلم، فإذا وفقكم الله وحصلتم على شيء من هذا العلم الشرعي فلا تخزنوه في صدوركم فقط، ولكن بينوه للناس وعلموه، علموا من وراءكم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم. جزاكم الله توجهنا للطالبات اللاتي يستمعن إليكم الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن النصيحة موجهة للجميع، موجهة للجميع، للبنين والبنات، لكن على البنات خاصة أن يلتزمن بالآداب الشرعية، يلتزمن بالحجاب، يلتزمن بالصمت وغض البصر. قل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية. المرأة مؤتمنة على ما ائتمنها الله عليه من غض البصر والاحتفاظ بالآداب الشرعية، لا سيما إذا كانت تطلب العلم، فإن عليها، ولأنها قدوة، إذا كانت تطلب العلم تتعلم فإنها قدوة، ويجب عليها ما لا يجب على من دونها من النساء. كل سيسأله الله عن مهمته وعن ما تحمله، فلا شك أن الطالبات في هذه الجامعة وفي غيرها أن الواجب عليهن واجب عظيم، ولكن يعينهن الله عز وجل على تحمله وعلى القيام به، ولهن في ذلك الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: تعلمون حفظكم الله أن الفتن تزداد يوماً بعد يوم، والمؤمن يخاف على إيمانه ودينه، فما هي أسباب الثبات على الدين؟ أن يبتعد عن الفتن، يبتعد عن الفتن وعن القنوات التي تبث هذه الفتن، يبتعد عنها حتى يسلم في دينه وفي عرضه وفي أخلاقه. القنوات الهابطة التي يعرض فيها الشر يبتعد عنها،
وهناك والحمد لله قنوات طيبة وقنوات مفيدة يتجه إليها. نعم. وهذا السائل أحسن الله عليكم يسأل: هل من نصيحة توجهونها لبعض المسلمين هداهم الله الذين يجاهرون بالمعاصي؟ على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن المعاصي، وإذا ابتلي بشيء منها فليستتر بستر الله ولا يفضح نفسه ولا يتمدح بما يفعل من هذه الترهات والأباطيل، يبتعد عنها لأنها تأكل دينه وتأكل أخلاقه وتأكل مروءته، عليه أن يبتعد عنها وينزه نفسه وبصره وسمعه منها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات أن يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا إلى آخر توجيهات الله في الآية الكريمة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يعني مشابه للسؤال الذي قبله عن نصيحة لمن ابتلي بالتدخين من بعض الطلاب هداهم الله. لا شك أن التدخين آفة خطيرة ومضرة ولا نفع فيه بوجه من الوجوه. بعض المعاصي وبعض قد يكون فيها شيء من النفع لكن ضررها أعظم، ولكن التدخين ليس فيه نفع البتة. دخان، كيف تدخل الدخان في جوفك وفي صدرك؟ أنت تنظر الدخان كيف يؤثر في المنازل، المنازل الواسعة كيف تتأثر بالدخان تسود، فكيف بصدرك الضيق الصغير تدخل فيه هذه الآفة وهذا الدخان الضار؟ هل فيه نفع؟ لا والله ما فيه نفع ولا بواحد في الألف، كله ضرر، كله ضرر، فعليك أن تبتعد عنه وأن لا تتساهل فيه ولا تظن فيه أي فائدة، بل هو ضرر محض. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شيخنا حفظكم الله، هل من كلمة من أبنائكم حول احترام العلماء وتقديرهم حيث لوحظ الآن الطعن والهجوم على العلماء؟ لا شك أن تنقص الناس والوقيعة في أعراضهم جريمة كبيرة، لا سيما طلبة العلم والعلماء والدعاة إلى الله عز وجل القائمون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المدرسون الذين يدرسون العلوم الشرعية. وإن كان المدرس له حق على الطالب حتى في العلوم الدنيوية، كيف بالعلوم الشرعية؟ فإن الطالب يحترم المدرس ويستفيد منه، لن تستفيد على شخص لا تتأدب معه أبدا، لن تستفيد منه حتى تتأدب معه. نعم. أحسن لكم. هذا السائل يقول: لا يخفاكم أهمية الأمن الفكري وحماية الطلاب والطالبات من الانحرافات الفكرية والعقدية، فما هو دور الأساتذة للقيام بهذا الواجب؟ دورهم عظيم، دور الأساتذة دور عظيم في توجيه الطلاب والطالبات من هذه المخاطر وهذه المساوي. فالمدرس موجه، عليه أن يكون هو صالحا في نفسه مستقيما في نفسه، وعليه أن يربي
الطلاب والطالبات على الوجهة السليمة وعلى المنهج السليم وعلى الأخلاق الطيبة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الطلاب يسأل عن وجود بعض الطلاب وأنهم يعني يضعون قصات لشعورهم وما يسمى بالقزع، فما نصيحتكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلم احلقه كله أو دعه كله، يعني الرأس، شعر الرأس، فلا يجوز له أن يأخذ بعض شعر رأسه ويترك البعض الآخر، هذا يسمى بالقزع، يسمى بالقزع، يعني يشبه قزع الغمام، فهذا منهي عنه ومظهر سيء وقدوة سيئة. نعم. أحسن لكم. هذا السائل يسأل عن الأمور المعينة للمحافظة على الصلوات عموما ولا سيما صلاة الفجر. الأمور المعينة النية، أول شيء ينوي القيام لصلاة الفجر ويعينه الله عز وجل ويوصي من حوله بإيقاظه، إذا كان هو يثقل نومه فإنه يوصي من يوقظه من أهله ومن حوله، والشأن في الاهتمام، إذا اهتم الإنسان أعانه الله عز وجل. نعم. أحسن لكم. هذا السؤال من أحد طلاب المنح يسأل عن بعض من يقول إن مسألة العقيدة صارت ثانوية ولا بد أن نترك ذلك لكي نجتمع ضد العدو الخارجي. هذا كلام باطل والعياذ بالله. العقيدة هي الأصل، العقيدة هي الأصل والأساس لهذا الدين، العقيدة الصحيحة السليمة هي الأساس لهذا الدين، فاللي يزهد في العقيدة هذا يزهد في أصل الدين، هي الأصل في هذا الدين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله هي أول ما يدخل الإنسان في الإسلام، لكن ما يكفي التلفظ بالشهادة، بل لا بد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها ظاهراً وباطناً. نعم. أحسن عليكم. وهذا السائل يسأل عن حفظ المتون، هل يقدم ذلك على حفظ القرآن؟ لا، ما يقدم على حفظ القرآن، وحفظ القرآن يساعد على حفظ المتون، حفظ القرآن يساعدك على حفظ المتون. نعم. أحسن عليكم. وقل هذا وصيتكم لمن يستطيع الزواج ولكنه لم يتزوج حتى الآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب، شوف الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالإنسان يحافظ على عرضه، يحافظ على عرضه أولا بالتزوج إذا استطاع، فإذا لم يستطع فعليه بالصوم، لأن الصوم يعينه على حفظ فرجه ويقلل من شهوته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن من يصلي لوحده ويترك صلاة الجماعة. هذا خطأ عظيم، صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء، تجب صلاة الجماعة على من سمع النداء لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وليس المقصود أن الإنسان يقتصر
على المحافظة على صلاة، على حضور صلاة الجمعة فقط. الجمعة والجماعة، الجمعة والجماعة، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، كتبهن الله يعني فرضهن الله، فكما فرض صلاة الجمعة فرض صلاة الجماعة، صلاة الصلوات الخمس في اليوم والليلة. نعم. ويسأل عن يعني إغلاق المحلات لأجل صلاة الجماعة، هناك من ينادي بعدم إغلاقها. هذا ضلال، الذي يوصي بعدم إغلاق المحلات وقت الصلاة هذا ضلال والعياذ بالله. تغلق المحلات وقت الصلاة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والبركة تنزل على المسلم إذا حافظ على صلواته في بيعه وفي شرائه، ولها تأثير عظيم، صلاته مع الجماعة لها تأثير عظيم، البركة والخير. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. شوف، يزيدهم من فضله. صلاة الجماعة ما تنقص من رزقك شيئا، وإنما تزيد وتبارك فيه. نعم. أحسن لكم. ما هي الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة؟ حضور القلب. الأسباب المعينة على الخشوع حضور القلب وتدبر القرآن الذي يسمعه أو يقرأه. نعم. لعلنا نختم بهذا السؤال، والأسئلة كثيرة ونعتذر عن إيرادها جميعا. يسأل عن حفظكم الله عن أهمية الوقت والمحافظة عليه، وكلمة توجيهية في هذا الأمر. لا شك أن المحافظة على الوقت، استعماله فيما يفيده في دينه ودنياه، حافظ على وقته ولا يضيع، وهو مسؤول عن هذا الوقت الذي أعطاه الله إياه وأمهله فيه، ومسؤول عن هذا الوقت بماذا صرفه وبماذا استفاد منه. نعم. جزا الله سماحة شيخنا خير الجزاء، وجعل كلماته في ميزان حسناته ورفعة في درجاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.